اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتبت على الأجساد. يا أيها التاريخ سجل قولهم طابت جراحة لأجل بلادي، طابت جراحة لأجل بلادي. النضال له فرحة عندما تعرف أنك تمنح حياتك، روحك، صحتك فداء لحياة الآخرين، وأنت المؤمن بأن إنقاذهم من براثن الخوف والمرض والموت والذل جدير بأن يضحى في سبيله كل غال ونفيس. هذا الفارس العملاق بوطنيته وروحه الوارفة فداء وتضحية ترك تجارته وامتضى بندقيته، فعلها ابن قبيلة العوالق ابن محافظة شبوة صالح أحمد الحامد، ترك كل شيء لأجل الوطن. خرج مقاتلا يواجه ميليشيات الحوث الإرهابية حين اقتحمت شبوة المحافظة الأبية، فخرج رجالها أبطالها وشجعانها أحرارها، حملوا بنادقهم الشخصية في مفتتح المعركة، قاتلوا حتى حسموا معركتهم مع ميليشيات الموت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دفعني عندما انقلب هؤلاء البغاة على ثورة الشباب وعلى مخرجات الحوار الوطني، وانقلبوا بحجة الغلاء والأسعار ولهم أهداف مشروعية تدمير الوطن وتدمير الشباب وتدمير العقيدة، دفعني أن الوطن رأيت أنه يحتاج إلى الدفاع بعد ما خذلوه الجيش العائلي وتفتت الجيش والجيش كان عائلي. رأينا الشباب اندفعوا فحمسنا للدفاع عن هذا الوطن، وخرجنا نشارك مع أول مشاركة لي مع الشهيد أحمد علي بحاج في الجبل في شبوة، المحافظة السابقة طبعاً، المحافظة السابقة في 2015. لما رأيناهم ورأينا الوطن المحافظة تحتاج للرجال، خرجنا من مثل ما خرجت القبائل والرجال وشاركنا من جيش الرجال. الانطلاقة الأولى لك كانت من أين؟ من أي من محافظة شبوة؟ وأين كانت ما الذي فعلته الميليشيات من انتهاكات بحق المحافظة حتى تقاطرت الكثير من القبائل والمواطنين والأهالي وحملوا السلاح ضد هذه الميليشيات؟ كانت انطلاقتي أولا في محافظة شبوة عندما دخلوا الحوثي إلى بيها، نزلوا شاركتنا مع القبائل وبالإضافة إلى الشهيد أحمد علي بحج، وكان الميليشيات انتهكوا المحافظة، دمروا التنمية، دمروا استولوا على كل شيء في المحافظة وشلت الحركة في المحافظة تماماً، حتى السكان المدينة هاجروا إنه تركوها فاضية ودعونا إلى المشاركة. بعد ما انسحب الجيش وانسحب هذا فلبينا النداء وشاركنا في نداء الوطن. في نداء الوطن. كيف كانت عملية الإعداد وحمل السلاح؟ قصة حمل البندقية لأول مرة وأنت رجل مدني. والله كانت في البداية صعبة شوية وماشي، كانت ترتيبات القبائل والمقاومة كانت في بدايتها لأول مرة تخوضها، ما كان هناك أعداد مثل الآن أعداد وجيش وترتيبات، كان هناك كلها يعني ذاتي، جهود شخصية وذاتية. كانت فيها شوية من الصعوبات ومن المعوقات تواجهنا كثيرة، لكن الحمد لله تجاوزت هذا. نعم، طبعا رغم فارق الإمكانيات بينكم أنتم كمقاومة وجيش حينها يعني في محافظة شبوة، وبين ميليشيات قدمت وغزت محافظة شبوة بالصواريخ والمدفعية والدبابات والمدرعات، كيف كنتم تتصرفون وأنتم تملكون يعني قدرات عسكرية محدودة حينها؟ والله كنا نتصرف أغلبها شخصي ومن جهود تجار أو مواطنين هم الذي يدعموننا، وتواصلات مع بعض المشايخ ومع بعض الوجهاء مع الشهيد أحمد علي بحج، وكلها كانت جهود ذاتية وكانت هناك فوارق كبيرة جداً بيننا. إضافة إلى جهود الشباب وحماسهم الجهود التي بذلها أبناء محافظة شبوة، ما هي الجهود التي بذلها رجال وشباب وأبطال محافظة شبوة في التصدي لهذه الميليشيات؟ بذلوا كثير من التضحيات وسقطوا هنا كثير من الشباب في شهداء وكثير من الشباب جرحى، وكلهم ذاتي
بدون دوافع حزبية أو قبلية أو طائفية، كلهم دفاع عن الوطن وعن العقيدة ثم عن الوطن، هذا هو الذي دفع الشباب كاملا. إذا ما بدأنا صالح الحديث عن مسار المعركة، أنت لأشهر قاتلت في إطار الجيش وربما لأكثر من سنة قاتلت في صفوف قوات الجيش وأنت رجل مدني، كيف بدأت المعارك الأولى؟ لأول مرة تسمع الرصاص، لأول مرة تخوض معارك وأنت كنت رجل مدني، كيف كانت البداية الأولى للقتال دفاعا عن الوطن وعن شبوة وعن الهوية الشعب اليمني؟ والله كانت البداية الأولى صعبة لنا، أول مرة نسمع صوت المدافع، صوت القذائف تحط بجنبك، صوت كانت هناك شبه تخوف شبه رعب، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى ألهمنا وصبرنا، وكانت هناك معانا من الجيش المدرب واللي متعودين كانوا يصبر يوم كامل بدون أكل بدون ماء. إحنا كنا نعاني من هذا، أننا كنا نخاف من هذه الأشياء، ولكن الحمد لله تجاوزناها بعد ما رحنا إلى بيهان بعد تدريبات وانضمام في الجيش في الألوية، تنظمت الصفوف وكانت هناك فوارق كبيرة جدا ما بين كنا الحياة المدنية وما جينا الحياة العسكرية، كان هناك فارق كبير جدا. فكنا نجلس ويأتينا الدعم المخطط والخطط والتنسيق ونعرفنا ندخل إلى هذا المكان وأن صاحب التموين بيجينا وصاحب التسليح بيجينا وصاحب الإسعاف بيجينا، ولله الحمد تجاوزت هذه المرحلة. كيف كانت البداية الأولى لتشكل الجيش الوطني والألوية بشكل رسمي هنا في محافظة شبوة؟ ومن كان له الفضل طبعاً بعد الله سبحانه وتعالى لتكاتف هذه الجهود وتشكيل الألوية والقيادة العسكرية والكتائب وغيرها؟ هناك كان أول جيش يشكل، هناك شكل الجيش اللواء 121 في منطقة العبر، وبعدين قوي شكلة المقاومة في بيحان، وشكلة المقاومة حولت إلى اللواء 163 اللي هو أنا أحد ضباطه. كان الفضل لله عز وجل أولا ثم للرجال الصادقين المخلصين في هذه المحافظة. نعم، الأولى هذه المعارك التي بدأت تخوضها أين كانت؟ كانت في منطقة الجبل الأبيض بقيادة الشهيد أحمد علي بحر. ما الذي كان يحدث في المعارك؟ ما الذي يحدث؟ كيف بدأت المعارك وخططتم لها وتمكنتم من دحر الميليشيات في هذه الجبال وهذه الصحاري؟ كانت معارك بيحان، فيها معارك كثيرة. المعركة التي استذكرها أننا لما حررنا جبل قرينات اللقطة اللي اصطبت أنا فيها، بعد ما حررنا هذه المنطقة خرجنا الصباح وكانوا الحوثة يتسللوا إلى مكان ولقموا الطريق، وبعد ما خرجنا سلمنا الموقع على الجيش المرابط فيه مكلف بحميتة، خرجنا العزز في مكان آخر فانفجر فيه اللغم، وهذه المعركة التي لا زالت. سنأتي طبعا إلى قصة الجراح، لكن دعنا في المعارك التي خضتموها، كيف كانت هذه المعارك؟ كيف دارت؟ ما التي تستذكرها من أحداث وأشخاص وأبطال في هذه المعارك التي خضتها؟ معركة الصفراء كانت معركة قوية وسقط فيها الشهيد عبد الله عزيزان، كان استشهاده واقع على قلبي لأنه رجل صادق وهو أحد الإعلاميين في المحافظة، استهدف فيها ميليشيات الحوثي، فكانت هذه المعركة سقوط الشهيد عبد الله عزيزان يعني واقع مثل الصاعقة علينا، إنه رجل إعلامي سقط، خرج ترك كاميرته وترك قلمه وإذا هو في الصفوف الأولى من ليدافع عن هذا الوطن. هذه معركة لا زالت في ذهني للا. بعد ذلك إلى أين انتقلتم بعد معركة بيحان؟ من معركة الصفراء استمرت سنتين وانتقلنا لمعزز أخواننا في السليم ورابطنا هناك إلى التحرير، إلى أن حررت السليم، إلى أن حررت بيحان. طبعا أنا جرحت قبل تحرير بيحان فما كان لي الشرف أني أحضر المعركة بسبب جرحي ونقولي للخارج. إن الجراح اليوم والرسالهم بالفخر قد كتمت على الأجساد أجنبي.
يعني توقفت أنت عند معركة سليم. أنا توقفت في معركة سليم. ما الذي حدث في هذه المعركة؟ وكيف أصبت وكيف تم إسعافك وإن تعالج؟ أنا أصبت في تاريخ 10/4/2017. ذهب كلفنا بتحرك إلى قرينة اللقطة لتحريره. فتحركنا بقيادة العقيد محمد ناصر سنيد. ورحنا وبايتنا وخضنا المعركة إلى الليل. وبعد ما ثبتنا الموقع وأسسناه وسلمناه للمرابطين فيه، ذهبنا نرجع إلى مواقعنا. فكان هناك الحوثة تسللوا بالليل ولقموا الخط، وكان قدره الله أني أنا أصابه. فكنت أنا في سواق في الطقم، فضحكت على البرام أنها كانت اثنين أطقم تمشي قدامي. انفجر اللغم فيه وأسعفوني، كانوا معي أربعة من الزملاء. وأسعفت إلى مستشفى عتق، من مستشفى عتق أسعفوني إلى سيئون، ومن سيئون أسعفوني إلى القاهرة، تعالجت هناك في القاهرة. والحمد لله قدر الله أني أسلم وأعيش ونعيد الكرة. وأينما وجدوا انقلابيين أو ميليشيات أو بغاة ونداء الوطن سنلبيه بإذن الله عز وجل، وسندفع عن غالي والرخيص من أجل هذا الوطن. نعم، في الأخير هو وطن ومستقبل وطن. وطن مستقبل. نعم. وهوية وكرامة هذا الشعب الذي تحاول ميليشيات الحوثي أن الـ 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 يعني التأثير على الشعب اليمني، ومحاولة أيضا غزوه والسيطرة عليه والعمل وفق أجندة إيرانية. لكن أمثالكم وأمثال كافة الأبطال في اليمن لا يزالون يسطرون أروع التضحيات والبطولات في سبيل تحرير اليمن من براثن هذه الميليشيات. صالح، إذا ما استذكرنا يعني قصص الشهداء، رفاق السلاح، بعض مواقفهم، بعض مواقف البطولة والكرامة والشرف التي من خلالها سطروا كثير من التضحيات، ما الذي يمكن أن تستدعيه الآن ذاكرة الأخ صالح؟ والله أذكر كثير من الشهداء الذين سقطوا، وعندما تسمعهم منهم الشهيد الإعلامي عبد الله عزيزان، عندما تنظر أذكر في مقولة عندما قلنا كان يقول واحد أنت إعلامي، قال له هؤلاء الذي لبوا نداء الوطن ليسوا أخر خير مني. تقدم في الصفوف الأولى وجانا خبر استشهاده برفيقه عبد الله مقلم وفايز العولقي، وبرضه استشهاد المناضل إبراهيم الحزمي في السويداء. كانت له هناك بطولات وهو في التوجيه، وعندما رأى أخوانه في المعركة أنضم إلى صفوفهم وهو جاء في مهمة التوجيه وهو راجع. فلما عندما ترى إلى تدرس كل كيف سقطوا الشهداء، ترى أن هناك عجيب كيف سقطوا هؤلاء. ترى لهم بطولات، ترى لهم وضحوا، تحس أن هناك شيء يدفعهم إلى هذا التضحية. بالنسبة لدماء الشهداء، أنتم عندما كنتم يعني تشهدون مثل هذه المواقف ودماء الشهداء التي تقدم لأجل الوطن، كانت هذه الدماء دافعة للكثير من المقاتلين للاستمرار والمضي. يعني هذه القدوات، هذه الشخصيات التي كانت تقاتل دفاعا عن الوطن، ماذا كانت تمثل لكم أنتم كمقاتلين في الميدان؟ والله أنا لما يجي خبر واحد استشهد، بعض الأحيان ما نقدر نمسك الشباب، الكل يريد أن يدخل، الكل يريد أن يستشهد، فيدفعهم هذه الدماء وهذه الأرواح التي تزهق تدفعهم إلى أنهم هم أيضا يقدمون. يقول لك لماذا هؤلاء يقدمون، إحنا ما قدمنا شيء. فهذه لما يرون هذه الأرواح تزهق تزيدهم حماس وتزيدهم إصرار على تحقيق هذه أهدافهم في تحرير الوطن من الإنقلابيين ومن الفئات الضالة. طبعاً أنت الآن بعدما شفيت، ما هي المعركة التي تخوضها أنتم في شبوة حررتم محافظتكم، ولا يزال هناك أبطال من محافظة شبوة يقاتلون في جبهات أخرى على امتداد خطوط المواجهة؟ الآن لديكم في محافظة شبوة معركة
لا تقل أهمية عن معركة دحر الميليشيات الحوثي من محافظة شبوة، هي معركة البناء والتنمية والاستغلال، لأنه أنتم مقاتلون يعني في الأخير لأجل أهداف سامية ونبيلة. ما هو الدور الذي يقوم به صالح ورفاقه في محافظة شبوة في معركة التنمية والسلام والبناء؟ بعد تحرير المحافظة اتجه سيادة المحافظ محمد صالح عدو إلى معركة البناء والتنمية، وواجه كثير من الصعوبات، وكان متكل على الجيش والأمن، وكان الجيش والأمن يضرب عصابة بيد من حديد لكل من تسول لا نفسه في تخريب الوطن أو المساس بالمصالح العامة، وكانت لهم هناك الإنجازات الكثيرة، وكانت هناك إنجازات يشهدها المواطن الشبواني الكثير. من عام 90 إلى اليوم لم يثبت أمن مثل اليوم، من عام 90 إلى اليوم لم يثبت تنمية مثل اليوم، وكان القاتل حدثت عدة قضايا قتل يتحرك لها الأمن والجيش إلى شعاب لم يدخلها الأمن والجيش منذ عام 90. فالناس مستبشرين خير بهذه القوة وبهذا الاتزان وبهذا القوة، المحافظة على المحافظة من أبناء المحافظة اللي هم موجودين الآن في هذه المحافظة وبقيادة محمد صالح دي. نعم صالح، إذا بعد قليلا إلى المحافظ السابق الشهيد أحمد باحج عليه رحمة الله، وأنت يعني شاركت إلى جواره في التصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية، ما الذي تستذكره عن هذا الرجل المسؤول الإنسان في هذه المحافظة؟ هذا الرجل نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، رجل جاء في مرحلة الثورة، جاء في مرحلة حرب تنمية، حرب الخلايا الدولة العميقة، فكان رجل الكل يتحسف عليه لليوم، يقول لم يمسك المحافظة غير اثنين، أحمد علي باحج من بعد محمد صالح عدي، هؤلاء هم الذين المحافظة لا زالت لليوم تذكره، المحافظ الوحيد من عام 90 كل أبناء المحافظة يترحموا عليه لما قدمه للمحافظة. ما الذي تستذكر له من مواقف في قضية مواجهة ميليشيات الحوثي وتحرير محافظة شبوة؟ هو المحافظ هو أول من دعا إلى الخروج ضد الحوثي، أول ما دخل صنعاء، وأول من قطع العلاقات بالحوثة لما دخلوا صنعاء، وأول من دعاه إلى القبائل والحشد وبجهود ذاتية ودعمها بدعم شخصي، فهو رجل حرك المياه الراكدة في القبائل. أحمد علي باحج، شهيد أحمد علي باحج. نعم. طبعا انتقلت السلطة في محافظة شبوة بعد تحرير شبوة من براثن ميليشيات الحوثي إلى قيادة السلطة الجديدة، ما هو دور السلطة الجديدة في دحر هذه الميليشيات وفي بدء معركة التنمية والبناء؟ هو ترك محمد صالح ترك القبائل وقال قبيلتنا شبوة وحزبنا شبوة ودعا الناس إلى الالتفاف حوله، وتحرك في المشاريع التنموية، حرك الطرقات، حرك الكهرباء، حرك البرامج الكهرباء، تواجه صعوبة في توفير مادة الديزل، ولكنه يشتغل في هذا المجال ويكافح الجريمة أينما وجدت بقوة الجيش والأمن الذي بناه، وكان هناك الجيش والأمن متفرق كل واحدة الحالة، فجمع الجيش تحت سيادته تحت اللجنة الأمنية والأمن وحده، ودعمه دعم من المحافظة وخلها قوة لا تقهر. الآن طبعا أنتم في معركة البناء والتنمية في محافظة شبوة، وأنت ورفاقك من الجرحى البعض منهم انتقل أيضا إلى معركة البناء والتنمية، كيف تنظر إلى مستقبل محافظة شبوة؟ المحافظة لها مستقبل زاهر جهود مخلصيها من أبناء المحافظة ومتعاونين معها، ولا شك أن هناك في مخربين ولكنهم قليل، وسيلاحقهم القانون أينما وجدوا، وستكون المحافظة أمل لأبناء الجمهورية اليمنية، وستكون ملاذ لمن أطرد أو من شرد من بلادي مهما أينما كان أو مهما كان. نعم. إذا كان هناك رسالة تود أرسالها لقيادة الجيش، لأبطال القوات الجيش الوطني
الذين لا يزالون يسطرون أروع التضحيات في سبيل تحرير اليمن من الميليشيا. رسالتي إلى القيادة إلى أن يهتموا بالجرحى ويهتموا بأسر الشهداء، لأن حقيقة هناك الجرحى لا يهتمون بهم أحد، وبرامج المعاناة الذي يمرون بها وهم صابرون ولن يرجعوا عن الطريق الذي رسموه لأنفسهم لتحرير الوطن. رسالتي إلى الرابطين أن يثبتوا ولا يسمعوا للمغريات ولا يسمعوا للإعلام الكاذب والمرجف عن الخيانات، فهم مرجفون يقومون بأدوار عدوانية على الوطن بنقل الإشاعات. فرسالتي لهم أن يثبتوا في مواقعهم وأن يثقوا في قيادتهم كل الثقة. هذه رسالتي. رسالتك لزملائك، لزملاء ورفقاء الجرح، الجرحى، جرح الجيش الوطني. رسالتي لهم إلى من تعافى منهم، أدعوه إلى العودة إلى صفوف الجيش، ونسأل الله أن يشفي الذين أعادهم في الشفاء. ولكن رأيت كثيرا من الجرحى، رغم آلام الجرح ورغم المعوقات، إلا أنهم رجعوا إلى صفوف الوطن، إلى صفوف الجيش. وهناك منهم قادة في هذا الجيش والأمن وهم جرحى، منهم بترة ساقة ومنهم بترة يده، عاد إلى يقول لو بقي في طرفة عين لما تخلف. فعلا عثرنا على الكثير من هذه النماذج المشرقة في التضحية، وجدنا من بترت أقدامهم وأيديهم وأطرافهم، بل البعض مصاب بالشلل النصفي، ومع ذلك وجدنا بعضهم في العديد من الجبهات بإصرار لمواجهة وملاحقة من تبقى من هذه الميليشيات الحوثية التي تحمل أجندات إيرانية. صالح، كيف تنظر إلى مستقبل اليمن وإلى مستقبل محافظة سبوة؟ مستقبل اليمن العام سيكون بإذن الله مزهر عند دحر هذه الميليشيات. فهذه الميليشيات وجهت نظرة على اليمن ليست النظرة الصحيحة، ولكن إذا اندحروا سيكون هذا اليمن ملاذ للوطن العربي، وسيكون سيمد الوطن العربي والأمة الإسلامية من اليمن. والمحافظة ستكون إن شاء الله، محافظة شبوة سيكون انطلاق التحرير لليمن منها بإذن الله عز وجل. والمحافظة نرى أنها محافظة الآن ملاذ بعد محافظة مأرب للمحافظات الأخرى، ولراها مستقبل أفضل، مستقبل زاهر، ومستقبل جيد تحت قيادة محمد صالح دي. سرنا سويا بخطوات وإيدة حدثني فيها عن الأمل الصاعد في قلوب الرجال، عن النصر المورق والمزهر في الأرجاء، عن عبق الشهادة، وقد أزهرت الجراح إصرارا وصمودا في قلوب مقاتلين أنجبتهم شبوى المحافظة الباسلة. غادرتها في شموخ هؤلاء الفرسان الحاضرون في نبضها، في اخضرارها، في ازدهار التنمية التي تشهدها شبوى بعد التحرير. نقول بالفصحى شكرا لمن ضحى، وإخواننا الجرحى للتضحية عنوان. نقول بالفصحى شكرا لمن ضحى، وإخواننا الجرحى للتضحية عنوان. هذا العلم مرفوع والمعتدي موجوع، تكبيرنا مسموع في السفح وعسلا، والوعد في صنع هذا الهدف نسعى، فنمسح الدمعة عن وجنة